صلاح، جبت لك التين الشوك اللي انت بتحبه. احمد انت ايه اللي جابك هنا؟ انت جيت لاضاق اللحظه اللي انا مستنيها من طول عمري. انا هطلع عينك. صلي، انا مش هسيبك. صلي على النبي يا حاج، صلي على النبي، انا جاي هنا عشان اتفاهم. انت ما ينفعش معاك تفاهم. انا هحل الموضوع ده. ايه يا بابا وحشتنا قوي. تعال يا ولاد، تعالوا حبايبي، تعالوا حبايبي، وحشتوني، وحشتوني قوي. انا كنت متاكد انك هترجع عشان وحشتني قوي يا بابا. بص يا حبيبي، في عربيه سودا قدام الباب فيها هدايا، وهتفرجوا عليها وانا هحصركم. يلا يلا يلا، ما تنزلوش تنزلوش، انا مش حاجة، مش ممكن اسيبك تاخدهم. ما يصحش، دول اولاد. لا دول مش اولادك، دول اولاد. على حل الموضوع مع الاولاد. في ايه يا حاج انت بتقول ايه؟ انت ما فيش بيني وبينك اي تفاهم. يا عم صلاح انا حل الموضوع، سيبك انت من الموضوع. هاي يا ولاد، اديني المفتاح يا لولا. اتفضل حاضر. اتفضل. عجبتكم الحاجة؟ حلوة قوي يا بابا. هاخدكم مكان دلوقتي. حلوة قوي. يلا يلا بينا. ماما ماما لولا، ماما لولا انزلي. استني يا احمد، استني يا احمد. لا انزلي يا ليلى. ماما يا رب يا رب.